مسائي مهبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي، نسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم. لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجي. حقيقة يا أخوان ما أثار يعني شجوني في هذا المكان الجميل والرائع وهذه الخضرة وهذا الماء الرقراق، يعني ونحن في هذا المكان ما الذي يمنع أن نكون في الجبل الأخضر حيث الخضرة والجمال الطبيعي هناك، يعني الأجواء الجميلة والخضرة تفوق أماكن في كثير من أماكن العالم لا تجدها كمنتجعات سياحية. الليبيون يجب عليهم أن يتآزروا، يجب عليهم أن يتحدوا، يجب عليهم أن يفكروا في مستقبل مشرق، أن يفكروا في أبنائهم، أن يتحدوا على الخير وأن يكونوا يدا واحدة ضد الشر. الشر يجب أن ينفى من الجميع، ويجب على الجميع أن يحارب الشر من داخله حتى يموت الشر في نفسه، فلا يبقى إلا الخير والخيرون إن شاء الله. وليبيا فيها الخير والخيرها أكثر من شرها بإذن الله، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد قلوبنا وصفوفنا بحيث أن نستطيع أن يكون نسائم العام القادم إن شاء الله يصور في الجبل الأخضر، ويعني نشرف ويعني نسعد بهذه المناظر وهذه الأماكن في بلادنا في ليبيا، بصحرائها، بشواطئها، بجبالها، بخضرتها، بعيونها، بجمالها، ببحيراتها، بكل ما فيها من خير، بكل ما حباها الله سبحانه وتعالى. علينا أن نغير العقول، علينا أن نثق في أنفسنا، نفي الكذب واتباع الصدق هو المنجاه وهو المخرج لنا من أزماتنا. علينا أن نتبع الصدق في أقوالنا والإخلاص في أفعالنا. على الجميع أن يعلم أننا نسير في مركب واحد، إما أن نصل أو إما أننا سنغرق جميعا. علينا أن ننظر إلى عيون أطفالنا وننظر إلى هذه العيون البريئة عندما تتساءل عن مستقبلها، وعندما يكبرون وسيحاسبون جيل الحالي الذي في يده التغيير، ما الذي صنعتموه لنا؟ ما الذي تركتموه لنا؟ علينا أن نستعد لهذا السؤال في المستقبل لنجيبهم، لئلا نكون كما وصف القرآن كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني كل أمة تلعن التي قبلها، كل جيل ينعل الجيل الذي قبله، والعياذ بالله. علينا أن نترك بصمتنا في الحياة الليبية بحيث تعمر وتزدهر وتزدان. نسائم هبت بعطر زكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يسأل عن تاريخ الصلاحية إذا دخلوا إلى أي مول من المولات، لكن الخضروات والفواكه لا تجد لها تاريخ الصلاحية إذا كانت طازجة. لماذا؟ حفاظاً على أجسامهم وحفاظاً على حياتهم، لكن هناك تاريخ آخر أخطر من تاريخ الصلاحية. ما هو؟ قد يكون الطعام مسموماً أو الفاكهة مسمومة، وهناك ما هو أخطر من السم. ما هو؟ قد تكون بعض الأكلات قاتلة، لكن هناك ما هو أخطر من القتل. ما هو؟
هذا ما ستعرفونه مني وأنا أنقلكم من بيوتكم إلى بساتين بغداد نتجول فيها، فنرى بستانا قد طلعت بعض عروف أشجاره وفروع أشجاره إلى الطريق، فامتدت يد شاب وسيم إلى تفاحة قد دنت أغصانها منه فاقتطفها معجبا بلونها وطعمها وشكلها، ثم أخذها قضم منها قضمة فوجدها لذيذة وأراد أن يأخذ منها قضمة أخرى، فاشتغل عنده عداد الاستقبال والدخول، فنحتاج إلى عداد استقبال ودخول إلى كل ما يدخل إلى معدتنا وإلى أفواهنا، فقال: لمن هذه التفاحة ومن صاحبها؟ ولعل جوفي دخله شيء ليس من حقي، فسأل عن صاحب البستان فدل على صاحبه، فذهب إلى البيت فإذا بخادم في البيت، قال: أنت صاحب البيت؟ قال: لا، أنا خادم فيه. قال: أخذت من بستانكم هذه التفاحة، أتسامحني؟ قال: أنا ليس لي أن أسامح، وإنما اذهب إلى صاحب البستان. فدله على صاحب البستان فذهب إليه وجلس معه، قال له: تفضل. قال: لقد اقتطفت هذه التفاحة من بستانك وأكلت نصفها وبقي النصف الآخر، وأنا أريد منك الآن أن تسامحني فيها. قال: لا أسامحك. قال: أطلب مني ما تريد، إن أردت أن أعمل عندك حتى تأخذ حقك في هذه التفاحة فعلت، وإن أردت أن أعمل في مكان آخر وأجمع لك المال فعلت. قال: لا والله، لن أخذ منك مال ولن تعمل عندي ولن أسامحك، وسأقاضيك بها بين جبار السماوات والأرض وآخذ حقي يوم القيامة، لا أريد غيره. فأخذ يعني يتودد إليه ويتقرب منه، فماذا أفعل؟ قال له: بشرط واحد أسامحك، وإلا اجعل هذا الأمر بيني وبينك يوم القيامة. قال: ما هو هذا الشرط؟ قال: أن تتزوج ابنتي. قال: ابنتك؟ قال: نعم. قال: أتزوجها؟ قال: لا تستعجل في الإجابة، فإنها صماء لا تسمع، وبكماء خرساء لا تتكلم، وعمياء لا ترى، ومقعدة لا تقوم. قال: لا بد من ذلك. قال: لا بد من ذلك. قال: إذن لا يمكن أن أتخلص من ذلك. قال: لا يمكن أن تتخلص من ذلك. قال: وإن تركت؟ قال: إن تركت سأقتص منك بين يدي رب العالمين. فانظروا إلى مبلغ الخوف، فرضي وقال: والله أتزوجها وأصبر عليها ولا أصبر على القصاص والعقاب يوم القيامة. فلما دخل عليها، من عادة الرجل الذي تعود لسانه على كلمة السلام عليكم، أول ما دخل على عروسه قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردت العروس وقالت: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال: كيف ووالدها يقول خرساء؟ ثم قامت إليه، قال: كيف ووالدها يقول إنها مقعدة؟ ثم خاطبته ونادته باسمها، قال: وهي تتكلم وتسمع، ووضعت يدها عليه فعلم أنها ترى. فقال لها: يا أمة الله، كيف والدك قال كذا وكذا؟ قال: صدق والدي
يبحث عن رجل أمين صالح ليزوج ابنته لرجل تقي، فما وجد رجلا حريصا على الدين مثلك، حتى أنك جئت في نصف تفاحة وأردت أن تستميح منه، فلذلك قال لك إنها مقعدة لا تقوم للباطل، لا تسمع إلا الحق، ولا ترى إلا الخير، فأنا كذلك. فتزوجها ورزقهم الله بعد ذلك بابن هو أبو حنيفة النعمان، وهذا الذي حصل معه هذا هو ثابت أب أبو حنيفة. فلننتبه إلى ذلك ولنحذر ما الذي سنضعه في بطوننا ولنختر الحلال. نسائم هبت بعطر زكي. شيخنا، ما هو أسوأ خبر سمعته؟ وفاة أخي. مرض الوالدة رحمة الله عليه. اغتيال الشيخ نادر صديقي. والله الأخبار السيئة كثيرة جدا، ولكن الحمد لله يعني وفاة والدي والله رحمة الله عليه، ولم أحضر جنازته. وفاة ابني. وفاة أمي رحمها الله تعالى. وموت والدي. سقوط الأقصى في يد بني إسرائيل. خبر وفاة والدي. خبر مقتل الشيخ المحدث نادر العمراني، تقبله الله بواسع الرحمات. والله أسوأ خبر هو يعني علو الظالمين، عندما يعني مثلا سيسي لما انقلب على مرسي، وجود حفتر ومحاصرة ليبيا، هذه الأخبار تؤثر فيها كثيرا، علو الظالمين. خبر مقتل أخوي رحمهم الله في سجن بوسنين. نسائم هبت بعطر زكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثي عن إهدار الوقت وتضييعه، المعنى الأساسي لهذا المفهوم هو عدم إدارة الوقت، ما يسمى اليوم بالمانجمنت تايم. عدم إدارة الوقت هذا هو ذاته إهدار الوقت. في عدم إدارتك للوقت أنت تهدر الوقت. ما الأسباب التي تؤدي إلى إهدار الوقت؟ أول هذه الأسباب عادة تكون من عدم إدراك أهمية الوقت. الشاعر يقول: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ما الحياة إلا أوقات، وما الإنسان إلا لحظات. ولذلك نجد القرآن دائما يركز على التواقيت. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها. كل هذه الآيات وكل هذه المفاهيم عن الأوقات، عندما يضع الإسلام الأوقات في قوالب محددة من التشريعات، الصلوات الخمس، الجمعة، رمضان مرة في السنة، الحج في توقيت معين في السنة، الزكاة وهكذا، وحتى غيرها من الأمور، تحديد الأحوال الشخصية، عدد النساء مثلا، أمور النساء الخاصة بهن تجدها مربوطة كلها بتواقيت وأوقات خاصة وهكذا. الإسلام ينبه على أهمية الوقت وعلى حسن إدارة الوقت. يعني إذا صليت قبل الوقت صلاتك باطلة، إذا صليت خارج الوقت بعد الوقت فإنه يقول لك صلاتك يعني باع الإثم قضاء وهكذا. كل هذا إدراك وتحفيز لفهم معنى أهمية الوقت. الآن بعد أن شخصنا هذا الداء نريد أن نصل إلى علاج. العلاج يعني بالعادة عليه الإنسان أن يقوي إرادته ويتبع عدة أمور، من أولها إعداد جدول زمني
بمهام محددة لإدارة الوقت، يدير الوقت ويعد هذا الجدول ويقسم المهام وينطلق في تنفيذها. صياغة الأهداف الواضحة وحجز مواعيدها بدقة والالتزام بذلك مما يعين على عدم إضاعة الوقت. كذلك التعرف على الحالات التي تؤدي به إلى إهدار الوقت. ما الذي يؤدي بك إلى إهدار الوقت؟ والله التلفاز، خلاص، السوشيال ميديا، خلاص فهمت، الزيارات، بعض الطلعات إلى اللي يسموه بالعشوات. يعني اعرف يعني مشكلتك في هدر الوقت، عليك أن تعالج هذه المشكلة وتبادر إلى معالجتها إما بالتدريج أو بالقطع النهائي إذا كانت ليست لك مصلحة في المواصلة. عدم تأجيل حل المشكلات من العلاجات التي الناجعة هو أنك تبادر إلى حل المشكلة. حتى المشكلة الصحية على الإنسان أن يبادر مباشرة إذا وجد مثلا عنده مشكلة صحية، لأنها ستهدر عليه أوقات أخرى ينتفع بها، مشاكل أخرى اجتماعية، مشكلات اقتصادية، عليه أن يسعى قدر جهده إلى حل المشكلات أولا بأول لكي لا تتراكم عليه. وكذلك التوقف عن ممارسة الأنشطة غير الفعالة. هناك أنشطة غير فعالة يمارسها الناس، الجلوس في المقاهي، مشاهدة التلفزيون، بعض السهرات التي لا معنى لها، حتى بعض الزيارات الاجتماعية. إن علينا أن نحتسب الأوقات والأثمان والمسافات التي نقطعها وتكلفنا من أجل الوصول إلى ذلك الهدف. فلذلك على الإنسان أن يستغل كل دقيقة في هذه الحياة، فإنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير واستغلال أوقاتنا في النفع لهذه الأمة، ولنجده عند الله مكتوبا في صحائفنا في الآخرة. نسائم هبت بعطر زكي. شيخنا الحبيب شيخ سالم جابر، من أراد أن يوجه له سؤال فليتفضل. استأذنك يا شيخ. ها تفضل يا شيخ. شيخ سالم حياك الله. أهلا وسهلا. شيخ سالم، وأنت الخطيب المسقع الذي يعني تعلمنا منه الكثير والكثير ولا نزال نتعلم إلى اليوم. الشيخ سالم خطبته تمتاز بأمور كثيرة، من أكثر ما يشدني في خطبته استشهاده بالأبيات الشعرية. فمثلا كان كثيرة الاستدلال ببعض هذه الأبيات التي منها: ألا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، لما تصاب الأمة بأزمة أو بمحنة معينة، ويقول: فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك هازل، ويقول في بعض خطبه: يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله، وهذه الأبيات المعروفة. الشيخ سالم، كيف يعني تستفيد من الشعر في الخطب الخاصة بك؟ أنا أرى الأدب بجميع أنواعه، نثره وشعره، هو أداة لكل العلوم. ولكن بالنسبة لعلم الخطابة هو الأصل، لأن مبنية على ألفاظ وكلمات، ولا يمكن أن تكون جميلة إلا إذا احتوت على ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، ثم ألفاظ الشعراء المختارة المنتقاة، ثم ألفاظ بعض الخطباء. لذلك لا يستغني الخطيب على الأدب نهائيا، ولا يستطيع أن يكون خطيبا إلا إذا كان قبل ذلك أديبا. بارك الله فيك شيخ سالم. سؤالي أنا: ما سر حبك للمكرونة؟ سهلة الهضم. أكمل. سهلة المضغ. ورخيصة السعر. أيوة. وسهلة الصناعة. حتى لو لم يكن معك أحد في البيت تستطيع أن تفعلها. تستطيع أن تمكرين وحدك. نعم.
الله، انا ما فيش شد عليك الاسئله يا شيخ سالم. لا شيخنا بارك الله فيك، يعني سمعتك مره تتحدث تقريبا حتى في التناصح، يعني في احد النسائم في احد الحلقات، انك لا تفكر الرجوع الى بني غازي. لماذا؟ يعني خلاص انت كانك يعني تفضل. الرجوع لا يستطيع الانسان الى ان يرجع الى مكان تنكر له بعد اكثر من 50 عاما من العطاء. ولا أعني كل الناس الذين هم مقيمين في بنغازي، فنحن نعلم وفاء الكثير، ولكن الصمت أحيانا إعانة للظالم. فلذلك لا أستطيع الرجوع، وقدوتي في ذلك ما رجع كثير من الصحابة، ما رجع علي لبيته ولا أبو بكر ولا عمر، رغم أنه ولا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا كثير من الصحابة. فالمؤمن الأرض وطنه والإيمان في قلبه، فكل مكان تستطيع أن تدعو فيه إلى الله هذا هو وطنك الذي يجب أن تستقر فيه. نسائم هبت بعطر زكي. شيخنا، في البداية بداية الحديث تحدثت عن سرعة البديهة، هذه الملكة التي امتن الله سبحانه وتعالى على الأدباء والشعراء والحكماء وغيرهم. لذلك استسمحوني أن أرتحل بكم إلى زمن أبو جعفر المنصور، عندما أراد أن يولي سليمان ابن راشد واليا على الموصل، كتب إليه: لقد وليتك على الموصل وبعثت إليك بألف شيطان من خراسان، يراد به الجنود. فدخل سليمان الموصل وعتى فيها وتجبر وطغى وتكبر، فاستدعاه خليفة المسلمين آنذاك أبو جعفر أمامه، فلما امتثل أمامه قال: أكفرت بالنعمة يا سليمان؟ فرد عليه سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. جميلة رائعة يا شيخ، رائعة جميلة والله. الشياطين اللي بعثهم يعني اللي بعثهم هم اللي عاثوا في الفساد. ما هذا وظفها كيف ما وظفها الشيخ طلال حتى هو. ما شاء الله. دكتور علي مازن. أيوة. مرحب. مرحبتين. أين أنت؟ في الطرف. طرفت يا سيدي. مرحبا الشيخ علي دكتورنا الحبيب، وهذا الموسم الثاني الذي يشاركنا فيه في نسائم. فشيخنا الباب مفتوح والقلب مفتوح، تفضل وجد بما عندك. أنا من كلام الشيخ طلال ومن كلام الشيخ سامي. أما من الشيخ طلال البيت اللي حفظه، أنا أذكر أن شيخي الأستاذ شعيب العطشان رحمة الله عليه، أنا كنت في الإعدادي والتقاني في الشارع، كنت ماشي للكتاب للمحضرة، فقلت له: يا شيخ يعني انصحني بشيء. قال لي: ننصحك يا ولدي، نقول لك كلمة واحفظها كويس، بيت شعر والله ما نسيته ودائما استشهد به. وبالفعل هو يعني قمة في النصيحة، واختزل الحياة كلها عندي في هذا البيت. شن قال لي؟ قال لي: يا علي، أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. الله الله، والله يا جماعة، فإنه الركن، هذا البيت لازال يرن في أذني، يعني مشهد صوتي لليوم. هذا بالنسبة للشيخ طلال. بالنسبة للشيخ سامي قال كلمة طيبة حلوة، أنا توادي ذكرت بها موقف، أن أحيانا المتون أو نظم الشعر يسهل على كثير من الناس حفظ، يقربهم إلى الله، يعرفهم بالقرآن، يعلمهم اللغة، يعلمهم المصطلح. يعني العرب تعودت على نظم المتن لتقريب الصورة في أي أو تقريب المعلومة أو سهل حفظها في أي مجال من المجالات. فلم نذكر في قصيدة عجبني بعثها لي صديق أول أمس على الواتساب،
اسمها القصيدة الدوائية، ممكن بعضكم اسمعها، من 10 أبيات جميلة جدا. اللي يبي يعرف مستوصف جميل في الخضروات فتعجبه. قال: إذا شكى القولون منك بليلة فعليك باليانسون دون جدال، وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعال، واستزرع الجرجير فهو كلحمة فاللحم قد يأتي على أشكال، واغسل كلاك بضمتي بقدونس وعلاج حب للشباب مثال، وعصارة النعناع خير معالج ومنشط قلب العليل البالي، وعليك بالشوفان أفضل حمية يكوي الدهون بغير حد نصال، والزنجبيل لوحده مستوصف كالصيدلية فغله للغالي، ودوى التهابات الحشاء بابونج ومنوم للرضع الأطفال، ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي، والثوم كم في لبه من نعمة 200 علاج يشترى بريالي، وهرع إلى الملفوف إن بك سكر ولمن تصدع فالدواء دوالي، الله يخلق داءنا ودواءنا سبحانه رب عظيم عالي. الله بارك الله فيك. دعت لكن تو كيلو الثوم راهو اعتقد هذاك الحساب مش بريالي يعني. شيخ يا مصري ذاك البقدون معدنوس يعني كويس قال كولو نعم كلو زعمكو. والله انا طبعا كل الكلام يحكي فيه الدكتور علي انصح به، وخصوصا للبقدونس يعني فهو خير علاج للكلى. والله ذكرتني يا دكتور علي الحقيقه ان في احيانا ياتيك مرات بيت من الشعر يغير في حياتك الكثير، كما ذكرت حضرتك وباقي الاخوه الكرام تفضلوا بارك الله فيهم. فانا اذكر اني دائما كنت لما يحصل اي مشكله يعني نشيل هم أوفر زي ما يقولوا يعني نشيل السلم بالأرض، وهذا أثر على يعني على الصحة العامة وأثر على كثير من الأمور يعني. فسبحان الله أذكر أني شكوت بهذه العلة لأخ كريم رحمه الله الآن رحمة واسعة، التقيته في الحج فتجاذبنا أطراف الحديث، وقلت له أنا دائما يا أخي عندي هاجس يعني لما يحصل أي مشكلة وكأن الفكرة تكبر في مخي وتقعد يعني عملي بيش نتخلص من أثرها تبيلي فترة. فقال لي يا أخي خذ هذا البيت واستعمله دواء. قلت له باه يا أخي سمعني وأطربني وأمتعني بهذا البيت الجميل. قال: لا تدبر لك أمرا فإن في التدبير هلك، سلم الأمر إليه فهو أدرى به منك. سلم الأمر إليه فهو أدرى به منك. ففعلا هذا البيت أثر فيه كثيرا، وبعدها ما حملت هم شيء في الدنيا الحمد لله. ويأتيك الفرج من حيث لا تحتسب ولا صحيح. تعلم ولا تدري. صحيح صحيح. صوتك يا رجل خطر عليه الشيخ علي صلابي والله. تأتي لك طوفة مرة ثانية في داعة الوطنية. نفس القرجة عندنا. مسائم هبت بعطر زكي ففاح شذاها بجمع بهي، مسائم خير وجود كنور من البدر في الأرض زار سليم، لمرضاة رب الورى سعيهم وسنة أحمد خير مضي، بدعوات صدق وفي شدو روح بتغريد صوت عذوب شجيع.